السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. أنا أختم على في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي ولائحة يونيو. بطبيعة الحال مركز خط الهجوم للمنتخب المغربي ممكن مدرب وليد الركراكي نادي على الثمانية ديال المهاجمين باش يأتوا. لائحة يونيو للمنتخب الوطني المغربي لائحة اللي تقدر تكون منوعة بين مهاجمين ذو خبرة كبيرة ومهاجمين صغار، ممكن ثمانية مهاجمين من خيرة المهاجمين ديال المنتخب المغربي يمثلوا المنتخب المغربي. فالتربص ديال يونيو بطبيعة الحال لا ولا نقاش ان يكون شي لاعب اللي ما كان بعد يمكن وحيد ولا شي حاجه اللي ما كانش معنا في لائحه مارس، ممكن يعز المنتخب الوطني المغربي في هذه اللائحه هذه ديال النخبه الوطنيه وديال المنتخب الوطني المغربي. لا جدال ولا نقاش في ذلك ان المنتخب المغربي يكون حاجه ماسه انه يفوز بطبيعه الحال لا منتخب زامبيا ولا منتخب الكونغو برازافيل، غيكون حاجة ماسة ضروري خصو الفوز على هاد المنتخبين. لا شك في ذلك ولا جدال ولا نقاش أنه خصو يفوز على هاد المنتخبين، لا المنتخب الزامبي ولا منتخب الكونغو برازافيل، خصو يفوز عليهم لا جدال ولا نقاش، لأن الفوز عليهم كيمثل أن تقطعت واحد الدورة مهمة من أجل تأهل المونديال، والتأهل المونديال ليس بالسهل. قرر الإفريقية زادوا لأربعة المقاعد ونصف كنظن، ولكن إذا قلت تأهل من الصعوبة بمكان خصك تجي في المركز الأول في المجموعة ديالك بطبيعة الحال، عادك لو بغيتي تأهل لكأس العالم. إذا ثمانية مهاجمين ممكن يمثلوا المنتخب المغربي في هاد اللائحة بطبيعة الحال ديال يونيو، غنكتاشفوهم بواحد بواحد المستوى ديالهم والأداء ديالهم مع المنتخب المغربي والمراكز ديالهم بطبيعة الحال. عمدو أول اسم، أول اسم اللي كيلعب في نادي الغواصة الصفراء نادي فياريال الإسباني، لاعب عنده 19 سنة، إلياس أخو مشهد من العناصر الرائعة بطبيعة الحال في المنتخب، ممكن يكون في المنتخب المغربي أو في المنتخب الأولمبي، عنصر اللي باقي عنصر أولمبي بطبيعة الحال. جدال ولا نقاش إلياس أخو مش من العناصر اللي ممكن تعمل الفارق صراحة المنتخب الوطني المغربي، لاعب 19 عاما من اللاعبين الرائعين بطبيعة الحال داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي، اللاعب إلياس أخو مش من العناصر الكبيرة بطبيعة الحال. جدال أول نقاش في ذلك. نمشيو الآن بعد اللاعب رقم واحد بطبيعة الحال، نمشيو للاعب رقم جوج وإلياس أخو مش كان معنا بطبيعة الحال في التربص ديال ماريس ودخل في جوج مقابلات كاحتياطي، باقي ما عملش واحد المكان ديالو كبيرة صراحة في المنتخب المغربي. نمشيو للاعب الثاني اللي ما كانش معنا في هذه اللائحة هذه، لاعب اللي كيلعب في السعودي كيلعب في فريق فتح السعودي اللي هو مراد بطنة. مراد بطنة اللي يقدر عاود ثاني ينفعنا كتير كتير صراحة في هاد الجهة هادي، لاعب اللي خصو الفرصة ديالو في المنتخب الوطني المغربي. لا جدال ولا نقاش في ذلك أن مراد بطنة خصو الفرصة ديالو في المنتخب المغربي، ولكن خصو يتضارب عليها بطبيعة الحال، بغي الفرصة ديالو خصو يتضارب مع لاعبين اللي هما ممتازين صراحة في النخبة الوطنية وفي المنتخب الوطني المغربي، أسماء كبيرة اللي ممكن تعمل واحد الإنجاز اللي صعب جدا شي واحد يعني انهم يدوا كأس إفريقيا للأمم للمرة الثانية مع المنتخب المغربي بعد غياب غيكون دام 40 سنة، غيكون شي حاجة اللي هي مزيانة صراحة أسود الأطلس أنهم يفوزوا كأس إفريقيا بطبيعة الحال بعد هذه المدة الكاملة، مدة اللي هي طويلة وطويلة بزاف بطبيعة الحال. أنا نمشيو للاعب الثالث اللي هو متكوين فرنسي، هذا أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن، اللي هو العناصر اللي رائعة بطبيعة الحال، عناصر اللي هو جيد صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي. أمين عدلي لاعب كبير صراحة، باقي معطاش داك العطاء اللي كان بقشو عليه صراحة في المنتخب الوطني المغربي. لاعب أمين عدلي اللي هو من العناصر اللي جيد ديال المنتخب المغربي، لاعب من العناصر الكبيرة داك العطاء العطاء الكبير صراحة في المنتخب المغربي، باقي ما شفناهش بتاتا. أمين عدلي اللي عنده 23 عاما تكوين فرنسي وكيلعب في الدوري الألمانية باير ليفركوزن الألماني، إذا عنصر اللي عارض
تقدر تكون رائعة صراحة في النخبة الوطنية. يعني بيون لعب سفيان الرحيم، لعب على الإماراتي. سفيان الرحيم يقول لي هو من العناصر اللي رقق الكاس حسب التربل ديال مارس للمنتخب الوطني المغربي، لاعب اللي هو جيد صراحة بدون نقاش. أوجد أن سفيان الرحيم من العناصر الكبيرة صراحة. اللي ممكن ينفع المنتخب المغربي كثير كثير صراحة. اللاعب سفيان الرحيم التربوسات اللي مجا لاعب اللي كنا نفتقدو صراحة مع المنتخب المغربي. الآن عيط للمدرب وليد الكراكي باش يشوف القدرات ديالو بطبيعة الحال، ونشوف بزاف ديال الحدث المدرب وليد الكراكي. إذا سفيان الرحيم اللي هو نتاج البطولة المغربية، لاعب كبير صراحة في البطولة الإماراتية. الفريق اللي هو فريق العين ليس بالفريق السهل انك باش تلعب في العين. العين الاماراتي ليس بالسهل باش تلعب فيها. نمشيو عند اللاعب سفيان بوفال اللي كيلعب في قطر، الريان القطري. سفيان بوفال حتى هو من الاسماء الكبيره داخل فريق الريان، لاعب دولي بطبيعه الحال. العناصر جيده اللي هو سفيان بوفال، لاعب كبير صراحه، عنصر جيد في النخبة الوطنية اللي جيد على أولا. يقول أن سفيان بوفال كيبقى من الأسماء الكبيرة صراحة داخل قلت عنصر اللي هو جيد صراحة. سفيان بوفال عنصر كبير صراحة، أعطى البلاء الحسن لا في المونديال ولا في واحد مقابل ودي أمام البرازيل في طنجة، واللي كان سجل هدف بطبيعة الحال باش نتذكرو جميع أن كانت لازمة وقيلة بثلاثة لواحد. واش شردو الواحد ديال المنتخب الوطني المغربي. إذا قلت يوسف النصيري لاعب إشبيلية إسباني كذلك من العناصر اللي تقدر تكون مؤثرة داخل المنتخب المغربي. لاعب يوسف النصيري لاعب كبير صراحة ومن اللاعبين المجربين صراحة. اللاعب يوسف النصيري لاعب إشبيلية إسباني عنصر كبير صراحة داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي. اللاعب يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني اليوم العناصر الكبيرة داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي. اللاعب أعطى الشيء الكثير صراحة في حالة ديال المنتخب المغربي. لاعب صراحة ممتازين لا شك في ذلك، ولا جدال أن يوسف النصيري من العناصر لاعب يوسف النصيري من العناصر الرائعة بطبيعة الحال في المنتخب المغربي. لاعب رائع صراحة، عناصر رائعة داخل على جميع الأصيلات من العناصر الرائعة ديال المنتخب. شحال هذه صراحة أنا كان في مستوى مع المنتخب المغربي. لاعب يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني عنصر جيد صراحة في المنتخب المغربي في مركز خط الهجوم. اللاعب الكبار ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب يوسف النصيري. نمشيو عند لاعب عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة سعودي كذلك من العناصر اللي غاب على لائحة ديال الماريس، ولكن لاعب يعني ممكن من العناصر الرائعة بطبيعة الحال للمنتخب المغربي. اللاعب عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي، عنصر اللي يقدر يجيب بزاف ديال الحوايج للمنتخب الوطني المغربي. لاعب قلت من العناصر الرائعة ممكن يكون واخا غاب علينا في كأس افريقيا المنتخب الوطني معهم كأس افريقيا وطلع جيدة لجيدة ونصيري والمهاجم الثالث اللي طلع معاه كأس افريقيا. كثير كثير عبد الرزاق حمد الله كيبقى من العناصر الرائعة بطبيعة الحال ممكن يكون المنتخب الوطني المغربي. لاعب رائع من العناصر الكبيرة جدا أسهل المنتخب الوطني كبيرة. المغربي لاعب خط الهجوم المنتخب الوطني من العناصر الجيدة جدا ديال المنتخب الوطني مزيان آخر شيء آخر واحد اللي هو أيوب أولمبيا عناصر اليوم العناصر الجيدة ديال النخبة الوطنية ديال المنتخب الوطني المغربي. لاعب كبير ولاعب ذو إمكانيات رائعة صراحة. أيوب الكعبي اللي كيلعب في البطولة اليونانية في أولمبياكوس اليوناني، عنصر اللي هو من العناصر الجيدة لا شك في ذلك أن لاعب أيوب الكعبي لاعب رائع صراحة في المنتخب الوطني المغربي. لاعب من العناصر الجيدة لا شك ولا جدال أن أيوب الكعبي لاعب جيد صراحة في المنتخب الوطني المغربي. العناصر الرائعة ديال النخبة الوطنية وديال المنتخب الوطني المغربي لاعب رائع ومن العناصر الكبيرة ديال النخبة الوطنية لا شك ولا جدال أن أيوب الكعبي لاعب اللي ممكن يثبت راسو في المنتخب المغربي، وكي باقي ما ثبتش راسو بتاتا
مدة كبيرة وكلا مع المنتخب الوطني المغربي صراحة، ولكن ما تشرشوا بتاتا هادشي اللي كاين. شكرا لكم وإلى اللقاء.